سأريكم في هذا الفيديو كيف يمكنكم استعمال if this then that أو باختصار IFTTTT لاستخلاص ما يغرد به الناس في مكان معين إلى جدول بيانات. IFTTTT عبارة عن خدمة ويب تربط أدوات مختلفة على شبكة الويب. يمكنك تعيين الإجراءات عن طريق اختيار مسببات triggers. ستكون قادرا على تتبع ما يغرد به الناس على موقع معين في أي مكان في العالم، وهذا هو المسبب الخاص بنا، وحفظ المعلومات في جدول بيانات جوجل درايف الخاص بك، وهذا هو الإجراء. يمكنك استعمال الإجراء نفسه لتتبع علامة هاشتاج على تويتر أو أي نوع من البحث. إنها حقا مسألة سهلة ولا تطلب الأمر إلماما بأي نوع من البرمجة. لنفتح المتصفح المفضل لديك، أنا أستخدم كروم، ولننتقل إلى عنوان ifttt.com. ستحتاج إلى إنشاء حساب، انقر على زر اشتراك في الزاوية العليا اليمنى، اكتب بريدك الإلكتروني واختر كلمة مرور، انقر على إنشاء حساب. سيجري الترحيب بك عن طريق برنامج تعليمي صغير يوضح كيفية استخدام IFTTTT. حدد 3 قنوات تويتر، جوجل درايف وفيد. انقر على خطوات العمل الخاصة بي، وهي بنا ننشئ واحدة. انقر على هذا واختر قناة تويتر. أنت بحاجة لإدخال بيانات اعتماد تويتر الخاصة بك. إذا لم يكن لديك حساب فسيلزمك لإنشاء حساب. الآن دعونا نختار القادح الخاص بنا. نحن نبحث عن تغريدة جديدة من قبل أي شخص في المنطقة. حدد أي منطقة من العالم تريد تتبعها. سيتم تضمين التغريدات العامة أو التغريدات المرئية لحسابك في عملية البحث. أريد التغريدات في سوريا. دعونا الآن نحفظ تلك التغريدات في جدول بيانات ضمن جوجل سبريدشيت. انقر على ذاك واختر قناة جوجل درايف. انقر على اتصال وادخل بيانات اعتماد جوجل الخاصة بك. إذا لم يكن لديك حساب جوجل فستحتاج إلى إنشاء حساب. انتقل إلى الخطوة التالية واختر إضافة صف إلى جدول البيانات. سمي جدول البيانات الخاص بك. يمكنك أيضا تنسيق صف في جدول البيانات الخاص بك بتحديد المعلومات التي تريد استخراجها. سيكون الصف القياسي كالآتي: سيعرض العمود الأول وقت إنشاء التغريدة، ثم اسم المستخدم، يليه المحتوى الفعلي، ومن ثم رابط إلى التغريدة. يمكنك إعداد شكل الصف الذي تريده. تتيح لنا IFTTTT بعض الخيارات التي يطلقون عليها المكونات، ويمكنك إضافتها عن طريق النقر هنا. يتم فصل الأعمدة بثلاثة خطوط. أدخل المسار على جوجل درايف حيث سيتم حفظ جدول البيانات الخاص بك. يمكننا الآن إنشاء الإجراء. الآن أعطي اسما لخطوات عملك الجديدة. انقر على إنشاء خطوات عمل. ها قد انتهيت. انتظر بضع لحظات ثم تحقق من جوجل درايف لاحقا لمشاهدة جدول البيانات. يمكنك اتباع نفس الخطوات لإنشاء خطوات عمل تتبع التغريدات استنادا إلى بحث تويتر مثل علامة هاشتاج غير مشمول. يمكنك أيضا إنشاء خطوات عمل تغذية RSS لتتبع مواقع الويب وحفظ التحديثات في جدول البيانات الخاص بك. أو بدلا من الحفظ في جدول البيانات يمكنك استخدام إجراءات من قناة جيميل للحصول على التحديثات كلما نشر موقع ويب كلمة معينة أو عبارة بسيطة ضمن تغذية RSS الخاصة به. تحققوا من نشر IFTTTT التي أعددناها لكم. إنها تحتوي على العديد من خطوات العمل المثيرة للاهتمام لتويتر و RSS.